مؤسسة جدارة هو الاسم الجديد للمؤسسة المغربية للطالب، وهذه المؤسسة كي كيعرف القراء ديالكم عندها 20 سنة وهي كتواكب الطلبة اللي كيحصلوا على البكالوريا معدلات مرتفعة، ولكن الظروف الاجتماعية ديالهم ما كتسمحش لهم انهم يديروا التعليم العالي اللي كيستحقوا، وبالتالي المؤسسة جدارة كتواكبهم باش يحققوا هذه الدراسة هذه، باش يديروا هذه الدراسة هذه ويحققوا ذاتهم بطبيعة الحال بمنح وأيضا بتأثير متنوع. هذه 20 سنة وحنا كنقوموا بهذا العمل هذا، واستفدوا أكثر من 2100 طالب وطالبة، وجدارة الاسم الجديد كينباتق من القيم اللي شفناها عند المستفيدين والمستفيدات اللي هما كل مرة كيحاولوا كيديروا الجهد ديالهم باش يقنعونا باش يبينوا لنا بأن اخترناهم عن جدارة، وبطبيعة الحال باش حتى حنا يكون عندنا الحماس باش نزيدوا في المواكبة ديالهم وفي المتابعة ديالهم. وبطبيعة الحال هذه القيمة الجدارة هي المسألة الأساسية اللي كتجمع الطلبة كلهم اللي استفدوا طيلة 20 سنة من البرامج المؤسسة المغربية للطالب، واللي هي الآن مؤسسة جدارة. بطبيعة الحال الشركاء ديالنا الاقتصاديين اللي كيساهموا في تمويل المؤسسة حتى هما ملي تناقش معهم بينوا لنا بأن المحيط اللي كتشتغل فيه المؤسسة هو محيط الجدارة، هو محيط لوميريت بالفرنسية، ولكن الجدارة هي اللي انبثقت لأن هي أقوى من لوميريت الترجمة الفرنسية. بطبيعة الحال هذا الاسم أيضا كيمشي كيكون غيكون معاه واحد التوسيع ديال البرامج ديال المؤسسة اللي غيستافدوا منها مجموعة ديال الفئات أخرين، ماشي غير الطلبة اللي كيحصلوا الجدد على البكالوريا، ولكن فئات أخرين اللي يا إما بداوا المسار الدراسي ديالهم الجامعي واضطروا أنهم ظروف اجتماعية وظروف مادية غيضطروا أنهم يوقفوه لأن ما عندهمش باش يكملوا، مثلا لتوفي الوالد ديالو أو الوالدة ديالو في الكوفيد، وبالتالي ما بقاش عنده المعيل المادي، وبالتالي هذا الاسم هذا جدارة مؤسسة جدارة غتواكب هذا النوع أيضا ديال الطلبة أو نوع أنواع أخرى اللي هي مثلا الشباب اللي ما بين 15 و25 سنة وما هما لا في المدرسة لا في الشغل، هادو أيضا كيستحقوا أنهم يستفدوا من المصعد الاجتماعي أو الرقي الاجتماعي اللي كتنادي به المؤسسة جدارة منذ 20 سنة.